بدكن؟ ما في غيركن؟ بس انتو الاثنين؟ بدنا ناخد الولد. يعني كيف بدكن تاخدوه؟ ولوين؟ هو ما بيحسن يروح معكن لأنه أخي مريض. بكفي حكي، بعدي. لو سمحتوا اتركوه، هو بيصير معه نوبات. صدقني أنا ما عم كذب عليكن، بس لما بيصير معه نوبة بيتعب. أي حكي مزبوط، أنا كنت عايشة بهي الضيعة والكل بيعرف أنه بيصير معه نوبات وبيصير مثل الكلب المسعور، مثل كأنه ممسوس. شفت شو حكيت قدامكن؟ ما عم كذب، هاد اسمه صرع. جيبوه، ماني مستعد روح وما معي شي. يلا بسرعة. لا، إذا بدك خدني إلي، أنا وحدة قوية وبطلة. قلت لك أخي مريض وما رح خليك تاخده. Ha ha ha.